النهارده ان شاء الله عندنا خطر صغير جدا اللي هو دي ابلكيشن، يعني حاجه واقعيه بقى في اللي احنا بنستخدمها في حياتنا، اللي هو يعني ايه كلمه كبسكو؟ كبسكو يعني مكسب. مكسب يعني ايه؟ يعني مش جاي من كلمه كونفرسيشن اللي هو تكسير، لا مكسب بالنسبه لنا يعني بيخزن شحنات. طيب ده زي فكره خزان الميه، زي فكره خزان الميه اللي بنحطه فوق العمارة، او فكره خزان الميه اللي بنحطه في المنطقه نفسها، في اي منطقه عشان خاطر نقدر نحوش فيه ميه ونقدر نستردها تاني. بس الحاجات دي في فرق بينها وبين الكاباستنس النهارده، لان الكاباستنس تخزين الميه كميه ثابته، لكن الكاباستنس النهارده لما هنتكلم عنها انها قيمتها ثابته، الكاباستنس بالنسبه لنا هي فيها كتله مضطرب شويه. طيب كاباستنس يعني ايه؟ يعني مكان اقدر اشيل فيه شحنات واقدر استردها تاني. هل الكلام ده احنا مستخدمينه في حياتنا؟ نتاري حضراتكم حاليا كلكم كل واحد فيكم ماشي معاه كاباستنس. على الاقل كباستر واحد على الاقل اللي هو ايه بقى؟ البطاريه اللي موجوده في الموبايل. طب لو معايا لابتوب بقى كباستر تاني، لو معايا تابلت بقى كباستر تاني وهكذا. يبقى كل واحد فينا حاليا حتى السماعه البلوتوث اي حاجه فيها شيء يتشحن ويفضل يتشحن ويفضل، دي فكره الكباستر. اوكي؟ طيب ايه بقى فكره الكباستر؟ وازاي بقدر اخزن شحنات واقدر استردها تاني؟ الكونسيبت ده لازم يبقى واضح بالنسبه لنا. وعلى فكره بالمناسبه لحضراتكم دايما البدايه بتاعت اي شابتر هي دي فيها الكونسيبت بتاعه. يعني لما تحب ترجع لاي كونسيبت اصله ايه؟ ارجع للمقدمه اللي بتتعمل في الاول. تمام؟ فاول جزء هيتعمل النهارده برضه هو ده البدايه اللي بنبني عليها شغلنا. شابتر البوتنشال لو رجعت اول حته فيه هو ده اللي بنبني عليه القانون العام. القانون العام بيطلع منين؟ إيه؟ بيطلع من الكونسيبت الاصلي. اوكي؟ طيب ايه راي حضراتكم؟ لما اجي اقول لك كده طب انا عندي بدل ريزيستنس متوصله بسلك دي بيسموها ايه؟ سلم الكتريك سلم، دايره عربيه بسيطه، ابسط دايره عربيه ممكن نشوفها. طب بيحصل ايه بناء على كده؟ بيطلع من هنا كرنت بالبوست بيلف ويرجع تاني. صح كده؟ طب ده كونسبت المفروض ما نتكلمش عليه. طب ايه راي حضرتك لو قلت لك انا عندي بدل وعندي سلم بس عندي هنا حاجه كده وهنا حاجه كده وبينهم ايه؟ هو انا اقصد ارسمها كده؟ اقصد ارسمها بشكل عشوائي تماما. مش عايز اقول لك اي قاعده بشكل راندوم. وفي الاخر في ايه بينهم؟ هل في كارنت هيمشي؟ ليه؟ عشان المسار مش مغلق. معروف ان في الكهرباء بيسموها حاجه اسمها كلوز باث. طب ما ده مش كلوز باث. طب الكارنت هيمشي ولا لا؟ لا. حلو. طب لا يعني ايه؟ يعني مش هيطلع شحنات من الاول من البتري ولا هتطلع وتوصل لمكان معين وتقف وما تعرفش تعدي؟ هتقولي لا انا اللي اعرفه في الكهرباء ان السلك المقطوع ده ما بيتحركش فيه حاجه. صح كده؟ اقول لك بس وجود البتري هنا مع وجود السلك الشحنات بتوصل هتخرج بالشكل ده كده وتديني هنا بلس كيو، والشحنات النيجاتيف هتمشي كده وتديني هنا ماينس كيو. لكن مش هيعرفوا يعدوا بعض. هتقول يعني هو هنا كان بيحصل نفس الكلام؟ لو رجعت لاصل تعريف الكرنت وده اللي هناخده في المحاضره الجايه ان شاء الله، ان في حاجه اسمها بوست الشارج ماشي او نيجاتيف الشارج ماشي. بس احنا بنرسم الكرنت مع اتجاه البوست الشارج. لكن هما الاثنين ماشيين، بس في الكرنت ماشيين عكس بعض، عاملين ايه بيوتر. طب انا جيت بقى هنا في الطريق ووقفتهم. طيب طبيعي ان يتكون هنا شحنات قد ايه؟ لان على قد ما هيخرج هنا من البوست هيمشي، على قد ما يمشي هنا منين؟ الا سؤال صحيح، هو الشحنات دي جايه منين؟ هو انا لما بشتري باتري هي إيه جايه بشحنتها؟ حد موافق على الكلام ده؟ امال ايه؟ ها؟ لا كده كده خالص ها؟ موجوده في السلك نفسه. ممتاز، بونص اهي، موجوده في السلك نفسه. هي اصلا موجوده في السلك نفسه، اكسسيف شارج موجوده كميه رهيبه. تمام؟ او نيوترال شارج، حاجات متعادله مع بعضها، لما بيجي البوتنشال ديفرنس يفصل لي البوست مكان عن النيجاتيف ده يمشي لوحده ده يمشي لوحده وهكذا. يعني هي اصلا موجوده في السلك، يعني هو السلك فيه شحنات ده ملايين ومليارات من الشحنات بس مش لاقي حاجه تحركها. مش لاقي حاجه تحركها. اول ما احط بطاريه يعني بوتنشال ديفرنس القصه اللي حكيناها قبل كده، فاكرين لما قلنا ايه؟ لو حاجه في نفس الليفل مش هتتحرك، طب لو رفعت كده؟ هيتحرك، طب كده اتحرك اسرع واقوى. عنصر هي الفكره كده. انا بعمل البطاريه الحركه دي. فيبتدي يحصل فلو من ايه؟ من الشحنات. طيب جميل قوي، اتخزن هنا بلس كيو واتخزن هنا ماينس كيو. اتخزنوا هو ده بقى كلمه كباستنس. قدرت اخزنهم بحيث اقدر استردهم تاني. ده اللي احنا بنعمله. طيب لما اجيب الموبايل واحطه في الشاحن بعمل ايه؟
ماسك برضه كبستون بينه ماده عازله وعمال اشحن فيه لحد ما يتملي تماما. صح كده؟ ابتدي استخدمه. بيقعد معايا بقى يفضي براحته حسب يوم او يومين على حسب لغايه لما السلاكو يخلص وابتدي اشحن تاني من جديد ويرجع يفضي تاني وهكذا. يعني انا بشتغل على فكره. يعني لو ما كانتش الفكره دي موجوده كان هيبقى عندي مشكله. اللي ما كنتش اقدر اشغل اي حاجه بفكره البورتبل ان انا اقدر اشحنها وامشي بيها اتحرك في مكانها زي ما انا عايز. وتضطر ابقى دايما لازم الفيشه. تمام؟ طيب ممكن بقى حد من حضراتكم كده بالمنطق البسيط يقول لي لو انا جيت قلت لك انا هخلي البورت ده لو ده واحد بورت كون لي هنا مليون شحنه. لو واحد بورت حطيت بطاريه واحد بورت حركت مليون شحنه. اتوقع لو حطيت البطاريه 10 بورت يحصل ايه؟ هنضرب فيها. ها؟ هنضرب. مليون برضه. ليه؟ أقول لي عشان الساعة ثابتة. مش ده مكثف؟ والساعة بتاعته ثابتة؟ لا، ما هو الساعة ثابتة بتاعت الكبسول بمفهوم مختلف عن قلنا خزان المية. خزان المية فعلا الساعة بتاعته ثابتة. أنا بجيب ويشيل 3 متر مكعب كور عمارة. تمام؟ فعلا ما يقدرش يشيل أكتر من كده. دي اسمها الساعة بتاعته ثابتة اللي هو بالضرب. لكن الكبسس مش كده. الكبسس مش أنا أقدر أشيل فيه كمية شحنات قد إيه؟ لا. عايزين هنفهم دي يعني ايه ثابته. اقول لك انا عايز اوصلك لثابته دي يعني لو انا حطيت بولت بسيط كده هيعمل ايه؟ فلو من الشحنات. ايه رايك لو البولت ده خليته 10؟ فلو اكبر. الفلو هيكبر. طب هيروح فين؟ شحنات اكتر هتخزن. طب ال 10 دولت خليتهم 100؟ انت رايكم ايه يا جماعه؟ حاجات موجوده بعرضها كل شويه لطاقه اعلى يبقى احتمالات ان يتحركوا اكتر ولا اقل؟ لازم يكون اكتر. طب ايه راي حضرتك بقى؟ بص بقى الحته دي اقول لك ايه؟ لو اتكون عندي مليون شحنه نتيجه واحد بورت يبقى لو خليتها 10 بورت يتكون كام؟ نضرب هيتكون 10 مليون. ايه ده هو نفس الايشو؟ طيب ولو خليت ال 10 بورت دي خليتها 100 بورت هيتكون ايه؟ 1000 مليون. هيتكون 100 مليون. دي ثابته ولا بتتغير؟ ثابته يعني ايه؟ يبقى الريشيو بتاعتها هي اللي ثابته. البولت يخزن مليون شحنه بس هو ده الكونسيبت بتاعي. يبقى مليون شحنه لكل بولت. طب لو 10 بولت 10 مليون 100 بولت 100 مليون 1000 بولت 1000 مليون على طول. تمام كده؟ هو ده معنى بقى الكباسنس ثابته. يبقى لما اجي اقول لك الكباسنس هي مين تعرفه؟ هو مين؟ كيو على في. هو مين اللي بيأثر في مين؟ مش لما احط بطاريه بيتكون شحنات؟ حلو. بزود البطاريه بشحنات ايه؟ طب لو مفيش بطاريه خالص مفيش شحنات. تمام؟ يبقى هي كيو على مين؟ على دلتا. طب سؤالي لحضرتك هي الكيو دي هحط البوستيف ولا النيجاتيف؟ بوست عدد بوست مش فارقه عشان انت كمان مش فارقه هما الاثنين عند بعض ممتاز مش فارقه. طب مودرس يعني ايه؟ انا بتكلم على قيمه الشحنه مش الشحنه. حلو كده؟ طب البطاريه الدلتا بي هحط مين؟ هحط بلس ولا ماينس؟ هتقول يعني ايه؟ اقول لك انا عندي هنا بلس وماينس، يعني لو قريتها من الناحيه دي ولا قريتها من الناحيه دي؟ ما انا ممكن اقراها بوزيتيف ب 10 وممكن اقراها ماينس 10. هي تفرق معاك حاجه؟ برضه ما تفرقش. وعشان كده برضه دي مودرس. انا يهمني يا باشمهندسين كام شحنه لكل بول؟ حطيت واحد بول خزن لي كام شحنه؟ واحد خزن لي مليون، واحد تاني خزن لي 2 مليون، واحد تاني خزن لي 3 مليون. لنفس البول. هو ده الفرق بين الكباسة. جميل كده؟ يبقى الوحدة بتاعتنا ايه؟ عندنا في وحدة ستاندرد اللي هي بقى فراغ بنستخدمها في المعنى. تمام؟ حرف الاف كابيتال ده بيروح عن كلمة فراغ. تمام؟ طيب وفي وحدة من هنا كام كولوم لكل ايه؟ كام كولوم لكل بول؟ كل بول بيديني كام شحنة؟ تمام؟ هنا بقى أول سؤال يتسأل وعليه بونص. الكباسيتنس ديبند أون تعتمد على إيه؟ مين قال ديفرنس؟ ها؟ ممتاز ماينس انتوا الاتنين واخدين ماينس بونص. ها؟ ديستنس؟ ها؟ ديستنس؟ لا ديستنس لسه بجيب سيت. أنا جبت سيت ديستنس النهارده؟ بنيا أنا جبت سيت بنيا خالص؟ لا إله إلا الله أنا جبت سيت بنيا خالص؟ قلت كده في حاجة لسه ما قلتهاش؟ ها؟ الثاني يعتمد على إيه؟ لسه ما جبناش سيت كام النهارده؟ كيو
ها لا لا انا مش عارف انا مش عايز حاجه انا بوتاش انا عايز بقى انت دلوقتي ها ايه الغول مع الراجل قال وخد ماينس تاخد ماينس معاه وخد ماينس معاه ايه يو يو مين يو ممتاز صح ماينس زيرو لا يا دكتور طب ما انا قلنا الجول ما عجبكش قلت ماينس قلنا يو ما عجبكش قلت ماينس ايه راي سعادتك ايه راي سعادتك انا دلوقتي هرجع ده بس هشرح لك بعد شويه مكتوب عليه كام 14 مايكرو فراد هو مكتوب عليه 14 مايكرو فراد حلو كده لما احطه اعرضه دلوقتي لكهرباء 220 فولت هل 14 دول هيتغيروا؟ لا طب ليه تقول 400 فولت؟ هل 14 لمبه هيتغيروا؟ يبقى ازاي تقول لي كباسيتور 5 امبير؟ تمام كده ادينا اقنعتك اهو يبقى الرقم ده ما بيتغيرش الرقم ده ما بيتغيرش يبقى هتقول لي ازاي يا دكتور انت بتقول لي كيو والبي لا هو حضرتك المفروض تفهم انا عايز اقول ايه بقى؟ الريشيو ما بينهم الراجل ده كده بيجمع بونص كده خطر عليه بقى الراجل ده خطر عليه خلي بالك الراجل ده خطر عليه انا قلت لازم توقفوه يعني توقفوه عند ليفل معين فعلا هي ريشيو الريشيو ما بينهم لان الريشيو ما بينهم هي اللي سبب كام تشارج لكل بونص وهي دي بقى معنى ان الكباسيتور ثابته يبقى الكباسيتور ثابته يعني ايه؟ هتقول لي يعني ساعه المكثف ثابته يعني ايه ساعه المكثف ثابته؟ الساعه دي مش 10 كيلو و10 لتر وكلام من ده لا الساعه ثابته يعني ايه يعني بالظبط يعني كام فولت كام تشارج لكل ايه كام كولوم لكل ايه لكل فولت ده معنى انها ثابته لكن هو الكباسيتور يقدر يشيل يقدر يشيل زي ما انت عايز طب في سؤال بقى عايزين نكمله بعد شويه بيقول لك هنا بقى ان ايه 400 فولت ده يقصد ايه اكتر حاجه ممكن يستحملها 400 فولت طب يعني ايه يستحمل وانت هو انا مش من حقي اقول 1 فولت و10 فولت و100 فولت و1000 فولت؟ لا مش الدرجات طب يعني ايه مش الدرجات؟ يعني في ماكسيمم، ماكسيمم ده ايه؟ ايه الكونديشن اللي يقول ان في ماكسيمم؟ يعني اكتر من كده يحصل ايه؟ لا 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 في حاجه ما استحملتش اكيد في حاجه ما استحملتش ايه هي الحاجه دي؟ انا اعرفها بس يعني هتابع شويه طيب يبقى اول حاجه هقولها هنا هي هتابع ايه؟ الريشيو نفسها اللي هي كيو على دلتا في وده اول سؤال حضرتك فيه في الشيء بيضحك عليك لما كل الحاجات دي خادعه جدا وبتقعوا فيها كتير الحمد لله فاحنا مطمنين ما عندناش اي مشكله انا ما بنقلقش من الحاجات دي خالص تمام؟ وانا يلا ما عليك طيب ده كده ايه؟ ده كده مفهوم الكبس طيب ليه تعمدت ان ارسم لك شكل عشوائي عشان مش عايز يرتبط بذهنك بشكل معين؟ انا عايز اقول لك اي حتتين منهم ماده عازله بتتكون ما بتعديش كرنت ده مفهوم الكباسيتور. تمام كده؟ طب حضرتك قول لي بقى هو ده لازم يكون ايه؟ ولا ممكن يكون اير او اي ماده عازله؟ ماده عازله بقى بيسميها ايه؟ داي الكتريك. داي الكتريك. طب ده يا جماعه ده الهواء ببلاش. طب ما احسن لي. الهواء بلاش احسن لي او فاضي. طب ما عايزين نسال نفسنا النهارده بعد ما نسمع الشابتر كله هو فعلا الهواء احسن بحكم ان هو ببلاش وعلى فكره هو ماده عازله قويه ولا لو انا حطيت ماده ودفعت عليها فلوس افضل؟ هتقولي طب هنكرر الكلام ده منين؟ هنشوف تاثيرها مع الحاجات، هل هي بتزود يعني على سبيل المثال لو هو في الهواء كان بيخزن مليون حطيت مادة عازلة خزن لي 3 مليون أفضل ولا مش أفضل؟ أفضل يبقى ساعتها يبقى أنا دفعت فلوس بس النظير إني عملت إيه؟ خدت خدمة خدت حاجة أفضل فاهمين أقصد إيه؟ يبقى الهواء ببلاش ممكن أستخدم الهواء على فكرة بس ارجع بقى للكونديشن المهم جدا احنا قلنا قبل كده إن المتر من الهواء لو اتعرض ل 3 مليون فولت هيحصل له إيه؟ انهيار انهيار يعني ايه مادة العزلة؟ يعني تنهار خاصية العزلة بتاعته يتحول لايه؟ دي بترد على السؤال ده ولا لسه؟ ايوه هو كده يوصل الكلام ده من زمان ما حدش قال لي من زمان اهو لما اقول لك ان هنا المكسب 400 جنيه يعني ايه 400 جنيه؟ يعني لو حطيت 405 هيحصل ايه؟ هيبقى موصل مش هيبقى كده تاني انهار خلاص انهار انهار يعني خاصية العزلة بتاعته تنتهي انه اصبح كوندكتور بقى موصل وهي خاصية بتتبنى عليها بتعمل البرق.
اللي هو لما السحاب يقرب من بعضه قوي بيحصل لي ضرب انتقال شحنات نتيجه كونديشن معينه. فكره الكتريك شوك ان احنا بنجيبه الناس كلها بتجيبه وتستخدمه زي ما عايزه اللي هو فكره مسافه صغيره فولت عالي بيحصل انتقال شحنات قدام حضرتك اللي هي اللون الفضي ده. تمام؟ لحد كده في مشكله؟ انا كده خلصت المقدمه بتاعتي اللي هي كباسيتس. كلمه كباسيتس. ايه؟ طيب تاني حاجه بقى ايه؟ تايبس اوف كباسيتس. انواع الكباسيتس. اول نوع منهم اهو. وعلى فكره ده موجود في بيوتنا كلها. اهو. شكله ايه ده؟ شكل كوبويد. ايه ده؟ قلت لي كباستور كبير كده؟ اه ده في كباستور هو ده مش طبيعي على فكره بالمناسبه. في كباستور صغيره اهي. اهي كل الشكل الاسطواني اهي. كل الشكل الاسطواني اللي موجود هنا ده كباستور. تمام؟ طيب وده كباستور؟ اه ده كباستور. طب ده شكله كده ايه من جوه؟ واضح ان يبقى ايه من جوه؟ بليتس ممتاز. ودي اول نوع اللي بيسموه تو بارال بليتس. عندي تو بليتس بارال لبعض بينهم مسافه. اه ده. طب ده بنستخدمه في حاجه؟ ده بيوتنا كلها لا تخلو من الكباستور ده. وهحكي لك قصته بعد شويه عشان تعرف تستخدمه وتعمل له صيانه كمان في البيت عشان توفر فلوس كتير في البيت تحس ان انت مهندس يعني. تحسوا بيك ان انت حاجه كده بقت حاجه مهندس يعني. ماشي؟ طيب ده كباستور؟ اه ده كباستور. شكل ايه ده؟ سلندر. شكل ايه؟ سلندر. اسطوانه؟ سلندريكال كباستور. شكل اسطوانه. ايه ده تو بليتس برضه؟ ما انا لازم يبقى فيه. بس تو بليتس عباره عن ايه؟ اسطوانه خارجيه واسطوانه ايه؟ داخليه وبينهم ايه؟ مادة عزل. طيب تمام كده؟ طب بس الشكل بقى ده صراحة ما عنديش شكل. ده شكل سبيريكال كده. اللي هو كورة خارجية وكورة داخلية وبينهم مادة عزل. تمام؟ طب هو حد بيشبه على السلك ده بالذات؟ حد بيشوف في البيت؟ سلك الدش ده. ولا انت بتتفرج بس؟ الدش ده؟ سلك الدش. طب وسلك الدش ده كباستور؟ تقول لي ايه اللي جاب السلك الكباستور؟ يعني سلك الدش ده ممكن يكون كباستور؟ هنعرف بعد شويه الموضوع وهل الديزاين ده مفيد عشان كده ما حدش فكر يغيره. الديزاين ده اتشاف بقاله كام سنه من يوم ما عملوا حاجه اسمها ديش هو نفس الديزاين ده. دول ما فكروش يغيروه فوق ال 10 سنين و 15 سنه معنى كده ان هو الديزاين ده ناجح جدا. وهشرح لك بعد شويه يعني ايه ناجح. تمام؟ باشمهندس اللي ورا كده يا ريت يفوق شويه معانا لو مش لاقي ممكن يكسر وشه بسرعه. طيب باشمهندس هي مش كده التنايه جبته صحيح. طيب يبقى انا عندي ثلاث انواع. عندي حاجه اسمها تو بارال بليتس، عندي حاجه اسمها سفيريكال، عندي حاجه اسمها سيلندر. اوكي؟ هنثبت الاولاني بالتفصيل، هثبت الثاني لهدف معين، لهدف مش يعني انت ممكن ما تثبتوش على فكره بس محتاجه لهدف معين. عشان اعلمك حاجه بقى اعلمك حاجه من خلال الثاني. بس ده ظريف ده سهل بالنسبه لي. عندي تو بليتس الاريا بتاعته ايه؟ الاريا بتاعته المسافه ما بين الاثنين المسافة اهو حتى نكتبها فوق المسافة هي دي ديستانس تمام بتعرض لبوتنشال السي بتساوي كام؟ السي بتساوي كام؟ انا خدت القانون اللي قدامي دلوقتي يو على مين؟ ما تضحكش حاجة خالص يو على مين؟ يو على الدلتا دي حلو كده؟ جميل طب ايه رأي حضرتك بقى؟ تعالى بقى نشتغل الحتة دي لوحدها كده نطلعها بره ونشتغل فيها هو البليتس دولت عبارة عن ايه؟ حد يعرف عنهم اي معلومه من جوس؟ شيتس ايوه مين اللي قال شيتس؟ بولس ده هو بلس يو وده هو ماينس يو ركزوا خلي بالكم ولا احنا هنستخدم حاجات جوس دلوقتي بالنور ده شيت اوف تشارج بالبوستر اهو وده شيت اوف تشارج بالنيجا حتى مطلع الكلام ده؟ حلو قوي طيب لما اجي اتكلم عن الكيو اللي عليه، الكيو هي مين؟ هو ان الشحنات متوزعه توزيع ايه؟ 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشن ولا 3 دايمنشن؟ 2 دايمنشن، 2 دايمنشن هي كلمة ايه؟ ها؟ كلمة سيجما. طب لما احب اشيل الكيو واحط مكانها سيجما، سيجما في ايه؟ سيجما في اريا ممتاز، يبقى حضرتك اهو اول حته حبه حبه اهو. اول حاجه الكيو بشيلها بحط مكانها سيجما في ايه؟ تمام كده؟ ايه رأي حضرتك لما اجي ارسم لك الوحيد دول بس الوضع جنب شويه كده؟ اهو ده بوستر ها وده نيجاتيف ده عليه سيجما وده عليه ماينس سيجما واسالك سؤال الكتريك فيلد هنا بكام؟ هو دي مش لسه واخدينها على مساله بس دي سيجما كمان بزيرو مين الزيرو؟ ممتاز ماينس مين الماينس اللي مش عارفه؟ ممتاز كده بونص بيشيل بعض
باشمهندس فكر فيها ازاي؟ قال لك انا شحنتين عكس بعض يبقى المؤثره دي على طول. اثنين القيمه بتاعت واحد منهم ليه؟ لان انا هقسم الكتريك فيلد بالشكل ده صح؟ وقيمته كام؟ سيجما على 2 اكثر النقط. والنيجاتيف هقسم له واحد برضه رايح كده واكتب عليه سيجما على 2 ايه؟ اكثر النقط. لما السهم ده رايح كده والسهم ده رايح كده يبقى السميشن بتاعته فين؟ مش بزيرو. يبقى ساعتها في عندي سهم كبير ما بين الاثنين قيمته سيجما على مين؟ على اكثر. عرفت الاسئله تبقى خارعه ازاي والحاجات تبقى خارعه ازاي؟ لو بصيتها كده بصه سريعه تقدر تشوف ايه؟ وعلى فكره لو جربت الباشمهندس ده بيديك نص الناس ممكن تعملها. تمام؟ طيب ايه راي حضرتك؟ يبقى احط هنا ايه؟ هو الدلتا بي نرجع تاني من الاول، هو ده يونيفورم ولا مش يونيفورم؟ هتقول لي يعني ايه يونيفورم؟ يعني ريكتر فيلد ثابت ولا متغير؟ ثابت. ثابت يبقى يونيفورم. يونيفورم يعني ايه؟ انا فاكر لما خدنا قبل كده دلتا بي لو كان الكتريك فيلد يونيفورم بيتكتب ازاي؟ بتبقى على مفيش تكامل صح؟ لو الكتريك فيلد ثابت يعني ايه ثابت؟ يعني ثابت ما بيتغيرش مع الوقت. ساعتها يبقى في انتجريشن يبقى دلتا بي بتساوي كام؟ بي في دي. طب اشيل من هنا ايه بقى واحط مكانها ايه؟ تمام كده؟ يبقى سيجما تساوي كام؟ سيجما في الاريا على سيجما على اكس النوت في دي. يحصل ايه بقى؟ هتروح السيجما مع السيجما وده طبيعي. وده طبيعي ليه؟ هو ينفع الكباسترس يطلع بيعتمد على الشحنه؟ لا فلازم تختلف. مش بقول ده طبيعي ليه؟ يبقى سي بتساوي كام؟ ابسلون نوت اي اوفر. ومن هنا بقى نكمل بقيه السؤال. هي الكباسترس ديبند اون قلنا اول حاجه الريشيو. طب تاني حاجة ايه؟ والتالت حاجة ايه؟ اريا وديستنس. اريا وديستنس كده بقى تاني وتالت؟ لا. كلمة ميديم لوحدها دي دي واحدة لوحدها. طب ميديم جه منين؟ بس ده انا لغاية دلوقتي بتعامل معاك ان ده هوا. طب ده لو مش هوا. عرفت؟ هي اللي يفرق في ايه بقى؟ هيتضرب في حاجة اسمها ايبسون ار. مين ايبسون ار دي؟ بعرف الكي في حاجة اسمها الكي اللي هي ايبسون ار دي بيسموها الباي الكتريك كونسنت. هو بيسموه ثابت العزم. يعني لو حطيت لك هنا اهو هكتب لك هنا اهو كي. ضايق الكتريك كونسنت ثابت. ده مش الجي بتاع كولوم على فكره. بالمناسبه ده مش الجي بتاع كولوم، مش الجي اللي في قانون كولوم. لا ده كي او ابسون ار اللي هو بيعبر عن تقسيم الميديا الوسط. طيب يبقى هنا اهو باشمهندس قال هنا بيعبر عن الميديا اللي هو الوسط. طب ومين اللي جنبيه؟ مين اللي جنبيه دي على بعضها؟ ما تقوليش اريا ودي وكلام من ده على بعضها اسمها ايه؟ اكس اسمها ايه؟ اكس او ايه يعني اس او يعني مسافه وخلاص يعني متر ايه؟ ما في ناس كلمه كده شرح الدايمنشن اسمها ايه؟ لا عايز بونص؟ عايز بونص؟ ايه على دي على بعضها كده دي؟ من مواصفات الشكل اللي بيسموها ايه؟ لامدا جيومتري جيومتري ممتاز. في واحد هيقول لي ورقة مين؟ خلاص مين بقى ثلاثة أربعة في حد يوم؟ لا هو جاب لا أنا ليه على فكرة بالمناسبة أنا ليه اللي بسمعها مش هي كل واحد يقولها في سره واحد جاب من هنا مين ده؟ مين ده؟ مش هقول لي عليه كده ويبقى سابقا لا معرفش لا خلاص مين دعوة أنا أنت بس دي اسمها الجيومتري يبقى معتمد على هندسه الشكل معتمد على الميديوم تمام ومعتمد على ايه؟ الريشيو. يا ريت تاخد بالك من الكلام ده كويس قوي وتقتنع تمام؟ طيب يبقى لغايه دلوقتي كده على الفور في كام قانون احنا محتاجينهم؟ قانون رقم يبقى هكتب هنا هكتب هنا سي بتساوي ايبسلون ار في ايبسلون نوت في ايه على دي؟ ايبسلون ار دي اللي اسمها ايبسلون ار او بيسموها دي. هي ماشي كده؟ طيب ايه رايك؟ وعلى فكره بالمناسبه ايبسلون ار في ايبسلون نوت دي على بعضها كده بيسموها ايبسلون
ابسلون بس دي هي رقم ثابت مضروب في مين؟ تأثير الوسط. الوسط ده اقل حاجه في واحد اللي هو الهواء اقل حاجه في واحد. من هنا بقى اسالك اول سؤال، هو وجود الماده العازله افيد ولا مش افيد؟ مش افيد. ليه؟ بيكبر الكباس. طب انا عايز اكبر الكباس. ده افيد كتير. يعني ايه افيد كتير؟ يعني لو انا جيت قلت لحضرتك الاكس 1 3 ارجع بقى للاكزامبل بتاعك. في حاله وجود الهواء كان الواحد فولت بيجي لي مليون. دلوقتي الواحد فولت هيخزن لي كام؟ 3 مليون، مع اني ما غيرتش الجيومتري. يعني هو نفس الكباس اللي هو هو، يعني نفس الكباس الصغير اللي انا شايفه ده هو هو، مجرد ان اغير الميديم جواه يجي لي اتساع اعلى. يبقى انا مستفيد ولا مش انا مستفيد؟ انا مستفيد طبعا. كوني اكبر السعه اللي ممكن يشيلها من غير ما ازود الجيومتري دي حاجه اساسيه. لان يعني انا حاجه بورده زي دي هو انا ينفع احط عليها كباسه زي ده؟ لا طبعا. ولا نص ولا ربع ولا حاجه اكتر. عشان كده بص كده لما اتفرج عليها هتلاقي حتى شويه كباسه قد كده اللي هي اصلا تقريبا مش باينه. تمام؟ بيتفرق معاك كتير. هو عايز حاجات معينه في اماكن معينه. تمام كده؟ طيب حد بقى يركز معايا هنا وشويه هنا خلي بالكم هنا في شويه بونص حلوين لان دي مساله ممتازه. دي مساله انا هحلها معاك كمساله على فكره مش عندي شكل سفنجه كباستور عندي باتري هتعمل ايه الباتري دي؟ هتخلي لي الطرف ده عليه بوستر شارج تيوب يعني كوندكتنج سفير والطرف اللي بره عليه نيجاتيف شارج تيوب برضه يعني كوندكتنج سفير ها؟ انت رايك منهم ايه؟ اير اي حاجه تعجبك ماده عازله طبعا ماده عازله اير او اي دايره. ومن هنا بسال حضرتك سؤال ده اللي هنسميهم بي اي بي. بقول لك اهو سي بتساوي كيو على بي اي بي. اي حد واحنا ماشيين هيقول معلومه سليمه هياخد بونص بس بصوت عالي عشان انا مش هدي من اللي اسمعه. اوكي؟ سي بتساوي الكيو دي هنعمل فيها حاجه؟ لا. طب هنا عملنا فيها حاجه ليه؟ عشان بس ارد عليك. هنا عشان انا كان عندي توزيع سيجما عايز احوله سيجما عشان عارف ان هيطلع لي سيجما مع مصر. لكن هنا ما حدش قال ما نحولهاش الا لو لقينا انك محتاج لها فهنكتبها الكيو زي ما هي. يبقى فاضل لك مين؟ فاضل لك بي اي بي. انا معلش هسلمك بمسح دي كده واقول لك يبقى البي اي بي بيساوي كام؟ ايه القانون العام للبوتنشال؟ انتجريشن ايوه نيجا للتجامل من بي في اي اي دوت دي ار صح كده؟ حلو يبقى انا عايز اسال عايز اشتغل فين؟ في انهي منطقه؟ بس كده يبقى هستخدم عن ايه؟ يبقى لما اجي هنا لحضرتك واطبق جوز في الحته دي بس ده كلام منطقي؟ اه منطقي انا عايز اطبقه في الحته اللي بيني وبينك علقتوا لي طب يا دكتور ما طبقتوش جوه ليه وبره ليه؟ هرد انا عليك بعد شويه يا اما اسالك وانت اللي ترد عليا وتاخد بوكس. تمام؟ طيب ايه راي حضرتك؟ لو انا عندي طبقت جو السيمي الانتر فيت بيساوي كام؟ ها؟ يبقى بيساوي كام؟ كي كيو ممتاز كي كيو على ار سكوير دي ار من بي بي حلو لما اعمل انتجريشن بيطلع بايه؟ شكله كده شكله كده عدينا عليها بيساوي كام؟ كي كيو ماينس 1 على ار ان بي اي الماينس روح مع الماينس ودي قصه قديمه يبقى طلعنا كي كيو 1 على اي ماينس 1 على بي وبرضه طلعنا حاجه شبه كده لو جربنا نعملها على بوينت تشارج طيب يساوي كام بقى؟ كي كيو واجي هنا اقول اي بي بي ماينس اي حتى ممكن يتوقع ليه واحد المقامات في الاول؟ يعني ما عملتش كده لما سبتها في البوتنشال عشان لما اجي اقول لك سي بتساوي كيو على بي اي بي هيطلع ايه بقى؟ هيطلع لي هنا كيو طب وهنا اي كيو بي ماينس اي على اي هتعرفوا ولا لسه؟ عشان هيبقى مقام المقام وبالتالي هطلعه ايه؟ هطلعه ايه؟ اول حاجه راحت مع بعضها كيو واحد مع كيو فيزيكالي الكلام ده منطقي؟ طبعا لان هي كباسه ما بتعتمدش على شخص تمام كده؟ اهو انا برد عليك كل مره نفس الفكره بتروح مع بعضها يبقى بنساوي ها ايه بقى اللي جاي لك هنا؟
AB على B minus A. طب وكي تأكيد مين؟ أيوة دي كده فور اللي هي واحد على فور بقى يبقى جميل. طب واحد على واحد واحد على كده يبقى ايه بقى؟ فور باي إبسلون نوت في إبسلون آر. تمام كده؟ طيب الكلام ده كده الكلام ده يعني كابستنس والمروز الكلام ده. نرجع تاني نسأل سؤال، المعادلة دي بتقول إن هي ديبند على إيه؟ ديبند على إيه؟ الميديم والجيومتري نفس الكلام بالظبط، تعتمد على الميديم وتعتمد على الجيومتري هندستش. سؤالي بقى لحضرتك، هو انا لما سبقت دي كده انا عديت على كام شطر؟ عديت على كام شطر؟ ثلاثه. ايه هم الثلاثه؟ ثلاثه اللي انا شغال فيه النهارده اللي هو الجبس، ورجعت الخطوه فاتت عشان اجيب مين؟ البوتنشال. وعشان اخش اجيب الالكتريك فيلد انا رجعت طبقت كده، عشان كده ده سبب ان انا سبت لكم دي. انا سبتها لكم ليه؟ لانها بتديني حساسيه شويه بالميكس اللي ما بين الشطر، هي معتمده على بعض ازاي. طب حد بقى هيسالني سؤال اللي انا متوقعه حاليا، ايه هو؟ هو احنا ليه يا دكتور سبتنا هنا بالذات الطنشطه دي الطنشطه؟ طب تعالى اسالك انا بقى نفس السؤال بطريقتي. لو احنا حبينا نجيب الكتريك فيلد ايه هيطلع بكام؟ زيرو. لازم. ولو حبيت اجيب الكتريك فيلد هيطلع بكام؟ ها؟ هيطلع باشمهندس بيشاور لي كده وبالتالي ياخد ماينس. حد هيجاوب تاني؟ ها؟ احنا بنخاف دلوقتي من الرد صح؟ جميل جميل. لما اقف هنا كوره كامله واحسب سيجما يونت كلوز بكام؟ انا عندي هنا ماينس كيو وقتها بلس كيو. ها؟ يبقى سيجما كيو بكام؟ زيرو. يبقى الكتريك فيلد بره بكام؟ زيرو. يبقى زيرو. يبقى الكتريك فيلد هنا حضرتك بزيرو والكتريك فيلد حضرتك هنا بكام؟ هتقولي ده السبب اللي خلانا لما نجمع ان احنا ما نعملهاش؟ لا. هو اللي خلاني ما اعملهاش ان انا اصلا محتاج الكتريك فيلد فين؟ الحته اللي بين البليتس. انا عايز فين الكبس؟ هو فين الكبس يا جماعه؟ هو الكبس فين؟ قول لي الحته دي. فده ليه يهمني، بس انا عايز انقشك في الحته دي. هو لو الكبس ده متحقق بالشكل ده اكبره ايه وده اكبره ايه؟ فده بزيرو وده بايه؟ وده بزيرو. تقدر انت بقى تعملها لنفسك كده اكسرسايز في البيت اللي هو السلندريك الكبس. نفس الكلام بالظبط. هيفرق في ايه؟ هيفرق في انهي حته بالظبط؟ هيفرق في حته ساعه لما كنت بحسب الاريا. هنا الاريا لما حسبتها كانت 4 باي ار سكوير. طب هناك في السلندر هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هتبقى ساعتها باي ار سكوير. وباي ار سكوير هتبقى ايه؟ الاريا في السلندر، الاريا في السلندر هتبقى 2 باي ار. لما تيجي تعمل انتجريشن للار واحد على ار هيطلع بايه؟ لين ار. هنا كان واحد على ار سكوير فبتاع ايه؟ طب لما يكون واحد على ار هيطلع لك لين ار، وعشان كده هكتب لك القانون بقى بتاعها. هيبقى هنا ايه؟ هيبقى هنا سي اوفر ال تساوي 2 باي ابسلون ار ابسلون نوت على لين بي اوفر ال. يا ريت حضرتك فعلا تختبر نفسك اختبار حقيقي ان انت تاخد نفس الكلام ده تشتغله بنفس الطريقه، بس الشيفت الوحيد لما تيجي تقسم دي من جاوس اللي هو الحته بتاعت ايف اريا، ايف اريا بتساوي سيجما كيو على ابسلون. الاريا دي عوضنا عنها هنا في 4 باي ار سكوير، هنعوض عنها مين المره دي؟ ها؟ 4 باي بس جربها كده وكملها وطلع لنفسك القانون بالشكل ده، هتبقى انت اقتنعت ان انت فعلا شغال ممتاز. ما فيهاش اي اختلاف. تمام كده؟ طيب حلو قوي. ركز بقى معايا في الحته دي. يعني معنى كده ان هيبقى عندي هنا بوزيتيف تشارج على السلندر اللي جوه. وهيبقى عندي نيجاتيف تشارج على السلندر اللي بره. ايوه. معنى كده ان مفيش جوه الكتريك فيلد ولا بره الكتريك فيلد. في ولا مفيش؟ مفيش. صح كده؟ طب مش هي دي فكره كابل الدش. كابل الدش عباره عن ايه من جوه كده؟ لما نقطع الحته دي عشان
مش لو حد بص عليه قبل كده وقطعه كده قشره يلاقي يبقى فينا شعيرات فضي حواليه كده. شعيرات الفضي دي اللي ماشيه تحت الكابل الاسود على طول هي دي الاسطوانه الخارجيه. طيب والحته النحاسه اللي السوليد اللي انا ماسكها بداية دي هي دي الاسطوانه الايه؟ الداخليه. طب والماده العازله هواء؟ لا، دي ماده بيضاء اسمها تفلون. تمام؟ الابسون ار بتاعتها عاليه. طيب ايه راي حضرتك؟ هو انا ايه فكره ان اعمل سلك بفكره الكبستور؟ هو انا محتاج اخزن شحنات؟ اطلاقا. الموضوع ده مش شحنات خالص، هو عايز يستفيد بايه بقى؟ في اللي انا بحكيه. هو ليه تفيد هيبقى فيه؟ سيجنال؟ ما بينهم. صح كده؟ زي ما كان هنا ايه؟ ما فين؟ ما بينهم بس. طب ما فيش جوه؟ لا ما فيش جوه. طب ما فيش بره؟ ما فيش بره. طب انا استفدت ايه من الكلمه؟ اقول لك انا بقى استفدت ايه؟ عارف لما تحط طبق الدش في مكان ما عشان يستقبل، هو الموجات دي بتبقى قويه ولا ضعيفه؟ ضعيفه قوي؟ اه. السيجنال اللي بتجمع بعد كل الفيلم اللي انت عامله والطبق ده بتبقى بالملي جرام. سيجنال بتبقى قوتها كويفز بالملي جرام. الويفز دي فيها الكتريك فيها مغناطيك فيها. تمام؟ طب انا دلوقتي عايز اخد الحاجه الضعيفه قوي دي واحافظ عليها في السلك لحد ما توصل للرسيفر. عشان اول ما تخش الرسيفر هيكبرها عشان يبتدي يشتغل عليها ويطلع لي الاشاره بتاعت الحركه. حلو كده؟ تخيل انت بقى انا حاطط هنا اهو، انا قاعد في الدور الاولاني والعماره بتاعتي 10 ادوار، يعني سلك مثلا هيمشي بتاع 30 متر. تخيل انت مستعمل حاجه مني بالملي جرام وهتمشيها 30 متر والسلك عمال يخطر طول ما هو ماشي. هيوصل لك حاجه في الاخر؟ يبقى انا عايز ايه؟ هدفي الاساسي ان اقدر احافظ على السيجنال طول ما هي ماشيه جوه السلك. احافظ عليها ازاي؟ بالديزاين ده. الديزاين اللي هو ده سلندري معتمد ان هو في بوست ونيجل كارنت، يبقى كارنت مش ضعيف جدا بطريقه معينه كده، فمحافظ ان السيجنال ما بين الاثنين ما بتخرجش بره. وبالتالي طول ما هو ماشي السيجنال ماشيه فين؟ في الحته الديفل ماشيه من خلالها. وين؟ دي موجه ماشيه من خلالها ما بتطلعش بره ولا بتخش ايه؟ جوه، وبالتالي محافظ عليها لحد ما يوصلها لمين. وعشان كده الديزاين ده حتى الان ما حدش فكر يغيره. ان ده ديزاين بيحافظ عليها. بيحافظ جدا عليها. تمام؟ يعني ده سندريك اند كاباستور؟ اه ده سندريك. وعشان كده بص حضرتك انا قايل لك كاباستنس بيرلينز. بيرلينز؟ هتقول لي ازاي بيرلينز؟ هو ده حاجه اسمها بيرلينز؟ هو ده هو ده بالمتر؟ لا طبعا. لكن ده بالايه؟ ده بالمتر. ده كاباستنس لكل متر بكام؟ برقم معين. يعني مثلا كل متر واحد مايكرو فراد. يبقى لو انا جايب سلك 10 متر يبقى انا عندي كده كام؟ 10 مايكرو فراد. فاهمين اقصد ايه؟ حكايه كبيره الدنس دي السلندر بالذات فيها معنى. ان انا لو شغال على كابل زي ده بستخدم كابل اي كابلات ككاباستنس فبيبقى ساعتها ايه؟ تمام؟ الفكره بقى بتاعت الكاباستنس هي حكايه ان الاسلاك تخش في السلندرز ككاباستنس دي عايز اقول لكم ليها تفاصيل كتير قوي. لما نيجي نشتغل في المعمل في الميجرمنت بتاعنا احنا بقى شغل ريسيرش وتيجي تشتغل بكابلات معينه بتبقى اسمها كو اكزيال كيبل بتبقى ساعتها برضه كابلين كونسنتريك على بعض. لما تيجي تقيس حاجات دقيقه قوي ساعات بتلاقي الاداء فيها مشكله. لما تقعد تفكر فيها وتعبس كده يطلع الكابل نفسه ان هو كاباستور فدخل معاك ككاباستور في السلك. فاهمين قصدي ايه؟ فبالنسبه للناس اللي بتشتغل في حاجات دقيقه شويه بيبقى موظف كويس جدا ان الكابلات بتعمل حاجه اسمها بارازيتك كاباستنس يعني متطفل انه بارازيتك انت مش عايزه لكن هو عامل كاباستنس بقيمه معينه لو ده قريب من الحاجه اللي انت بتقيسها ساعتها دخل معاك في الحسبه واثر على الناس. تمام؟ كده البورد اللي فيها مشكله؟ حد عنده سؤال يسال قبل ما تعمل احنا قلنا تايبس كده بالشكل ده كده وعندي هنا بدلي دلتا بي يساوي 10 بوم سي 1 سي 2 سي 3 وصلوا من الناحيه الثانيه سي 1 سي 2 سي 3 اهو سي 1 سي 2 سي 3 برضه دلتا بي بتساوي 10 واجي اسالك هنا بقى شويه اسئله دلتا بي هنا بنص واحد اثنين بثلاثه كيو هنا حاطينها واحد واثنين وثلاثه في السي ايكويفالنت هنا حاطينها واحد واثنين وثلاثه
nota 2 sottolineo 3 più la nota 2 sottolineo 3 5 e la nota 2 sottolineo عايز ياخد بونص الحته دي يقول لي ناحيه على بعضها يعني يقول لي ثلاث معادلات كده انا بحط اللي على بعض لو واحده منهم غلط بلاش خلاص كده بونص اوكي ويا ريت بقى يمشوا لنا وخلاص يقنعنا بالكلام اللي هو بيقوله نعم ايه يعني عايز ياخد بونص الجزء ده عشان جزء سهل يقول لي ايه الافضل ما بين دول على بعض يعني ايكوال بلس ماينس هنضرب هنقسم ايه وهنضرب تمام دول سيريز كونكشن ودول بارلل لازم نفهم ايه الاصل الكونديشن بتاع السيريز والبارلل بالمناسبه ان مش شرط ان لما نيجي نسالك في الامتحان ان يكون ده الشكل اللي انت هتشوفه انت ممكن تشوف شكل ثاني خالص بس هو سيريز كونكشن ممكن تشوف شكل ثاني خالص بس هو بارلل كونكشن يبقى لازم اكون فاهم هو ايه الشرط اللي بيحققه السيريز بيحقق شرط ايه والبارلل بيحقق شرط ايه السيريز بيحقق شرط ان انت عندك تيرمينال هنا بعد ما تخلص الكباستور الاولاني بيبتدي التاني اخلص التاني يبتدي التاني اخلص التاني ترجع تاني الاصل يبقى بيسموها سيريز يعني بالتوالي بالتتابع وعشان كده المسلسلات دايما يقول لك سيريز سيريز ليه؟ ان انت لازم تتفرج على مسلسل بعد ما تخلص الحلقه ايه؟ معينه تتفرج على التانية ولا تتفرج عليهم مع بعض تتفرج بالتتابع واحده بعديها التانية واحده بعديها التانية متتابعه تمام كده؟ متتالية طب هنا ايه الكونديشن بتاع البارلل؟ الكونديشن بتاع البارلل ان الطرف ده هو هو نفس الطرف ده هو هو الطرف ده هو هو الطرف ده يعني لو ده 10 فولت لو هنا 0 فولت وهنا 10 فولت انت مقتنع معايا ان كل دول 10 فولت ولا لا؟ طب هنا مش عاجبني ليه؟ اصل بص طالع لغايه فوق كل ده 10 فولت ارد عليك بقى رد ظريف جدا ارجع لاصل قانون اوم لو انا عندي هنا في اي وهنا في بي وعندي هنا ريزيستنس ايه العلاقه بينهم؟ اي ايكوال في بي اي ماينس في بي بيساوي كام؟ اي بار مين حضرتك الاي ده؟ هو ده حلو كده؟ يبقى نتيجه ان في كارت اتش في ريزيستنس هيعمل عندي ايه؟ بوتنشال ديفرنس او نتج من بوتنشال ديفرنس صح كده؟ طب ايه راي حضرتك لو قلت لك المقاومه بزيرو؟ المقاومه بزيرو يعني ايه؟ يعني سلكه سلكة سلكة ملهاش مقاومة ساعتها يبقى دي كام؟ ساعتها يبقى ده بكام؟ زيرو ساعتها يبقى دي ايه بيساوي كام؟ استفدت ايه من المعلومة دي؟ ان طول ما انا عندي سلكة مفيش فيها أي كومبوننت كهربية يبقى نفس البوتنشال مهما كان طوله مهما كان طوله فطول ما حضرتك ماشي هنا نفس الطرف هو بص رايح اهو كل ده كده واحد كل ده 10 وكل ده زيرو وسط ده الاصل بتاع فكره بلد بلد يعني كل الاطراف يمين وشمال كلها على نفس البوتنشال تمام يعني كل الاطراف على 10 وكل الاطراف على زيرو ده معنى بلد تمام كده طب ومعنى سيريز ان كلهم ورا بعض طب تيست بسيط قوي لو جيت هنا قلت لك لا ده في كباستور دخل في الحته دي كده ها كده بقى سيلز هتقول لي اه دكتور لا ولا سيلز ولا بارد انا ما وريتكش هو بقيت فين بس مجرد ان دخل حاجه في النص كده فقدت الايه؟ فقدت الفكره تمام يبقى عايز ناس تفهم ان لازم يبقوا متصلين ورا بعض بالتتابع تمام ثواني طب هنا لو جيت هنا حطيت لك كباستور هنا يبقى لغايه هنا 10 فولت لكن بعد دي لا مش 10 كده بنتكلم حاجه ثانيه بس عايز اكتب المعلومه بوضوح لو سمحتوا تفهموا هو ده الكونديشن بتاع السيريز اوف بارلل مش الرسمه بتاعت السيريز اوف بارلل مش الرسمه بتاعت السيريز اوف بارلل اوكي طيب حد كده هيرد عليا تقول يلا اتفضلي بس صوت عالي شويه ايكوال ايه؟ دلتا بي ايكوال ايه؟ ايكوال ايه بقى؟ حط المنطق بالبرومين تاني ايكوال ها؟ يعني معنى كلام حضرتك ان لو عندي 10 فولت هيتقسموا هنا حبه وهنا حبه وهنا حبه بس بحيث ان مجموعهم يبقى ايه؟ يبقى 10 صح كده؟ ايه كلام جميل؟ كيو ايكوال
برضه ايكوال ماشي ايكوال. طيب انا همشي زي ما هي بتقول لان عندي تحفظ. هو يعني الشرطه اللي هتخرج من هنا بلس واللي هتخرج من هنا ماينس هي هتنمو؟ يعني مليون شرطه هيبقوا 3 هيبقوا 6 مليون يعني دول كده 2 مليون اهو مليون ومليون صح كده؟ هيتحولوا هنا ل 6 مليون شرطه؟ هما بيجننوا ولا لا؟ لا هي على فكره هي عيال كلام مش غلط انا مش بغلط بس انا عايز نفسيه دكتور ثواني بس اصبر عليا اصبر عليا ما تقلقش انت دي اسمعك بعديها على طول اه فلازم نفسر فيه كويس شويه ها طب الكاميرا هتبقى ايه؟ اكيد هيبقى واحد على سو واحد على سي واحد بلس واحد على سي اثنين بلس واحد على سي هو ده كده ايه ده؟ كده عكس الريزستنس صح؟ هو الايكويفالنت في الريزستنس بيبقى ايه؟ لما يكون على سي الريزستنس بيبقى ايه؟ الكباستنس عكسها. طب سؤال مقدمه للمحاضره الجايه يلا بونص مقدمه للمحاضره الجايه مش هناخد المحاضره الجايه الالكتريك كارنت بلاك ريزستنس هو ليه عكس بعض؟ مقدمه مش دلوقتي يعني خدنا اهو النهارده طب ليه لما نيجي المره الجايه في الريزستنس هنقول انها عكس الكلام ده بالظبط؟ يا ريت تفكر فيها وتستعد ليها عشان البونص. ايه بقى تفسير حضرتك؟ كده حضرتك فكرت في بونص يعني في واحد طلع غلط. ايه ده كله؟ كل فرد برضه ثابت على التوازي والتوازي بيتجمعوا على بعض. خلاص ما تفهمناش. ده عكس دي. هنا في ثلاثة في بيساوي ايه؟ في واحد بيساوي في بيساوي ثلاثة. انت بتتكلم على الناحية الثانية يعني؟ مثلا عكس الصاد ماشي اوكي ها. في ايكوال ايه؟ تمام. ثواني بس لحظة واحدة. احنا مقتنعين بدي؟ لو عندي هنا 10 فولت هنا 10 فولت 10 فولت 10 فولت يبقى كلهم عليهم نفس البوتنشال بتاع المصدر. بس انا شفت الطريقه اللي هي بتجمع ده مش تيار يعني قصدي اللي هو كيو بيساوي كيو 1 زائد كيو 2 كيو بيساوي كيو 1 بلس كيو 2 بلس كيو 3 لو كاري من عندي هنا تشارج هيخش بتاعته شويه منها هنا هيتخزن هنا وحبه هيتخزنوا هنا وحبه هيتخزنوا هنا ده بتاعك سليم تمام اللي هو ايكويفالنت اكبر بيه طبعا هو الباشمهندس كده توقع انها تبقى بلس عشان لازم هتكون عكس ايه؟ عكس دي هو كده راجل خد بونص كده يعني ايه؟ يعني مش هقول اوطى حاجه لكن مش هشجعه راجل بيتكلم بونص نيجي عندنا بونص كده طيب نخش بقى الحته اللي عليها بونص كتير ده بونص كده حكي اللي هو بتاع واحد ياخد له بونص كده عايزين بقى حبه حلوين كده على بعض كده وايه اللي هيحصل هنا يا شباب؟ يعني ايه البلس ده هيروح هنا يتجمع ويطلع لي هنا بلس طب والماينس هنا هيجمع يوم يطلع لي ماينس كيو صح كده؟ طب ايه راي سعادتك؟ هو ده هيتشحن ازاي؟ لما اصلا ما فيش طريق يعدي له شحنات. واحد هيقول لي طب ما هو المكثف ممكن ينهار يوم يعدي له شويه شحنات ويرجع يعيش تاني طبيعي فيبقى خلاص كده احنا ايه؟ هل ده منطقي؟ لا طبعا ده كلام عشان بس برد على اول تفسير كنت اسمعه انا عارفه تمام؟ لا ما المكثف ما ينهارش ولا حاجه. ازاي هنا دي نيجاتيف كيو وهنا بلس كيو وفجاه الاقي كله اتشحن بنفس الشحنات. يعني دي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف عادي جدا. اكن في تيار ماشي واكن الدنيا ماشيه. ازاي؟ حتى لو ما عملناش تفسير حالا انا مستعد استنى يعني ايه؟ اصل دي عليها شويه بونص حلوين. فلو ما حدش عنده رد قوي عشان ما اضيعش وقت المحاضره انا معدي النهارده لغايه الدكتور بتاع كل واحد دكتور بتاع هيقول لي تفسير واقعي هاخد عليها بونص بس. مهم جدا يا جماعه ان انا كنت سالت السؤال ده لما اصلا ما فيش كرنت بيعدي ما فيش حاجه بتعدي يعني الشحنات مش هتنط تمام ازاي المليون عملوا مليون ومليون 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 تاني ازاي؟ تمام؟ طيب وده انا كنت متوقعه هتعصروا دماغكم شويه كده لغايه لما نوصل لاخر الموضوع. احنا لما يكون غلط مبالغ فيه مش غلط لا احنا لما يكون في غلط اللي هو يعني حاجه ما تسهلش انها تبقى غلط والناس بتقول عليها حاجه يعني فبدل ما هيستفزني انا هديهم انا سكس. طيب انرجي ستورد ان كباستور هو في طاقه تخزن الكباستور يعني لما يبقى في عندي تو بليتس زي ما احنا سميناهم من شويه التو
الابديتس دولت عليهم اتخزن عليهم ان شاء الله. اهو حاله التشارج دي منطقي انها المكان اللي بينهم الكيوبويد اللي بينهم اهو الكيوبويد ده على بعض كده من جوه. هل كل المكان ده لما يكون متخزن شحنات يبقى عليه كده هو طاقه انرجي؟ لو حد عنده تفسير على فكره دي ليها اكتر من طريقه تفسير. امبارح على فكره قالوا اكتر من طريقه وخدوا نص. عشان جواها كرنت؟ جواها كرنت. طب يمشيش كرنت جوه. على فكره لو ظبط كده بس انا لما ممكن بونص لازم اعيد عليها السؤال. عشان المدام بتصحى كده. الكباستور لما بيتخزن عليه شحنات، هل جوه الكباستور في المكان ده بيبقى فيه طاقه انرجي؟ يعني مصحوب معاها تخزين الشحنات يصطحب معاها تخزين طاقه انرجي ستور. هو مش يعني ده بوزيتيف كيو وده نيجاتيف كيو، في فرق في البوتنشال كمان. جميل. البوتنشال هيولد ورك او انرجي او مش هيولد حاجه، هو البوتنشال اصلا هيطاق. اه البوتنشال هيطاق. باشمهندس ده هو التفسير عليك وانا صور. باشمهندس بيقول انا عندي هنا بص الشارج نيجاتيف شارج، ما ده فرق في البوتنشال اصلا. وجود اصلا بوتنشال ديفرنس فده معناه ايه؟ انرجي. اتفقنا قبل كده ان البوتنشال هو انرجي. صوره من صور انرجي صح كده؟ خلاص يبقى ده هو التفسير. ايه تاني؟ ايه دليل ان في طاقه؟ انا لا سيبك موضوع الرشد ده. احنا بنتكلم على حاجه اللي هو يعني بفكره البوتنشال ده بس. ممتاز ده تاني تفسير. ما هو بص بقى نيجاتيف هيحصل بينهم ايه؟ الكتريك فيلد لاينز. والكتريك فيلد لاينز اتفقنا قبل كده عشان تبقى موجوده هي لازم تكون موجوده ليه؟ مش هتيجي تفرق في البوتنشال. وفرق في البوتنشال ده يعني احنا عاملين بس ايه؟ احنا عاملين نشوف بدائل التفسير تمام؟ يعني يا بونص آه. حاجه ثالثه يا جماعه عرفت امبارح هي من دول بتاع امبارح. حاجه ثانيه عايز دليل غير دول خالص بقى، دليل ان الشحنات دي معاها طاقه. اقولها طيب ولا اعمل ايه؟ طيب ازاي الشحنات تتفرغ اصلا وتتحرك وهي ماشيه كده وهي معاها شحنات؟ هو مش اثر على الكون كله، مفيش اي جسم بيتحرك الا لو كان معاه انرجي يقدر يتحرك فيها صح كده؟ طب لو انا اصلا معيش انرجي اتحرك مكاني؟ ما اقدرش. يبقى عشان اقدر اتحرك مكاني حتى اثناء الديس تشارجنج تمام؟ ده لازم يكون معناه ايه؟ ان المكان ده كان فيه ايه؟ انرجي. وده الانرجي دي هي اللي بتساعد مع التشارج انها ايه؟ تمام كده؟ لو ما كانش التشارج دي معاها انرجي اصلا ما كانش اتحرك مكاني. تمام؟ ده تفسير مختلف شويه. طيب ممكن نقول القانون يطلع بيساوي كام؟ الانرجي ستور. انرجي ستورد اللي هي بتيجي كده حرف يو، حرف يو ده بيساوي كام؟ اول قانون هو كيو سكوير على الدي سي. يجي منين دي اثبات كده سطرين، طب مش مشكله مش لازم مش لازم نقول دلوقتي يعني. كيو سكوير على الدي سي او بتساوي ايه؟ او بتساوي ايه؟ ولو عايز اجيب بدائل للشكل ده هجيبها منين؟ ايوه بس ايه بقى؟ استخدم قانون سي بتساوي كيو على دلتا بي. اللي هيقول لي اول فورمولا هيعمل عليها بونص. هاف بي. دلتا بي دلتا بي كيو على 2. حلو. دي بونص اهي. كيو دلتا بي على 2. كمان واحده. هاف بي. كمل يعني. لا مش انت بقى كمان واحده اهي. هاف بي. هاف بي. بس. هاف بي. يا شيخ. ما هو لا ما كملتش. جميلة دي هاف بي دي. ها في سكوير هاف في سكوير في سكوير ايه بس كيو هاف في سكوير ايه هاف في سكوير ايه 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 لا هاف دي سكوير اكس نور هاف دي سكوير تو سي ايوه هاف دي هاف هاف سي دي سكوير سي دلتا دي سكوير يجي هنا سنتر هو كيو سكوير على 2 سي او كيو دلتا دي على 2 او سي دلتا دي على 2 جبتها منين بقى؟ مره اشيل الكيو من هنا واحط مكانها سي دلتا دي ومره اشيل السي من هنا واحط مكانها كيو على دلتا دي. طيب
طيب هل انا محتاج كل واحد من دول بالتفصيل؟ اه محتاج. في مسائل ما تعرفش تحلها الا بواحد من دول بالذات. هتقول لي اشمعنى؟ هل لو احنا بنتكلم في الدنيا مع بعض انا هاخد اشمعنى؟ في مسائل هي محتاجه واحد من دول مش كلهم. عشان كده مش هقول لك احفظهم كلهم معاك. مش هقول لك احفظهم. بس على الاقل تبقى عارف ايه البدائل بتاعتهم بالظبط. اللي فعلا بنحتاج في مساله يعني مساله فيها جيفن سي وديلتا بي. هحل بالي الخبر منطقي ان احل ده؟ لا طب انا ممكن اعوض وارجع كذا، طب ما انت بتزود خطواتك ولو زودت خطواتك يبقى في احتمال انك تغلط. تمام؟ وفي حاجات معينه كده كونديشنز معينه بتحتاج هنتعرض لها في كل المعارض. اوكي؟ طيب ده انرجي ستور فين؟ في المكان كله. طب لو عايز الانرجي ليست، لو عايز الانرجي ليست انرجي ليست يعني ايه؟ كثافه الطاقه. يعني ايه كثافه الطاقه؟ يعني دلوقتي ده كده بالنسبه لي حجم كبير، انا عايز كل سنتي متر مكعب منه في طاقه قد ايه؟ كل سنتي متر مكعب يعني ايه؟ كل حيز في الفراغ سنتي في سنتي في سنتي شايل طاقه قد ايه؟ فبقسم عن دول، يعني بقسم الانرجي دي كده معناها بالظبط كده ان انا بقسم الانرجي دي كده على ايه؟ على دول. دي بتساوي كام بقى؟ اه لابسل نون في اي سكوير. الوحدة بتاعتها جول بير ميتر. دي عايز حضرة تعرف دي كده مين؟ انرجي ليس. طيب هو انا سايب الحته دي فاضيه ليه؟ مين؟ من هنا بقى اسالك للمره الثانيه، هو ابسون ار ده بيفيدني ولا ما بيفيدنيش؟ هو كده فاتني كام مره لغايه دلوقتي؟ لازم هما الاثنين دول. لا بس ممتاز يلا بونص اهو. ها وانتوا بتعملوا برضه حاجه زي كده بس مش هديك بونص دلوقتي. ها بيزود الكباسنس صح وبيزود الانرجي ستور. طب انا محتاج ايه؟ انا محتاج ايه في الدنيا اكتر من كده؟ مش انا محتاج كباسنس اعليها كفايه الكباستور ومحتاج كفايه الايه؟ الانرجي ستور صح كده؟ حلو قوي. طب هل كل حاجه بيزودها ده الكتريك؟ ولا ممكن يكون بيقلل حاجات؟ اكيد طيب انا كده حاليا قلت ايه؟ كباسنس وانرجي ديست. طب لو عايز اتكلم على البوتنشال والريتريك دي هل هيزوده برضه؟ هل لما لو انا عندي كباستور دلوقتي جواه هواء كان عليه 20 فولت لو انا حطيت جواه ماده عازله هل ال 20 فولت دول هيبقى اكتر ولا هيقل؟ نعم لا السورس ده خلاص السورس ده يعني شحنته فصلته فبقى عندي كباستور مشروع زي البطاريه البطاريه دلوقتي لما انت شحنتها خلاص وسايبها كده مش كده بقى فيها تشارج بقى على الطرفين بتوعها ايه؟ بوتنشال ديفرنس. حلو كده؟ بوتنشال ديفرنس ده في وجود الهواء هيبقى في 20 فولت. طب لو انا خليتها بقى الكتريك ماده عازله هيبقى اكتر هيبقى اكتر ولا 20 ولا اقل؟ 20 ها؟ بس احنا على نعم؟ او هي يعني مش مفهوم ريزيستنس بس عايزين نستوعبها كده. متوقع ان يزيد ولا ايه؟ يقل عشان كي كيو يعني على ابسون ابسون نوت في اي ار فبقى الاي ار بيتغير من ميديا لميديا ده ايه ده؟ بوتنشال؟ لا الكتريك فيلد هيقل الكتريك فيلد. طب حلو عايزين بقى ندرس حته عن الكتريك فيلد هو مش فاكس كده من سكه كويسه مش هي دي الاجابه الصحيحه قوي بس هو كده ابتدى يفكر صح هو الكتريك فيلد هيقل ولا لا؟ ما اصل لو الكتريك فيلد بيقل معناها البوتنشال ديفرنس بيقل بيقل اوتوماتيك الكتريك فيلد لما كنت تقل يعني معناها البوتنشال ديفرنس بيقل بيقل تمام كده؟ فاضلنا رسمه هي كده دي اخر حاجه هقولها هي فاضلنا رسمه ويبقى كده خلصنا شرط الشرط. effect of dielectric عايز اكتب هنا خمس حاجات ايه هما؟ اول حاجه الانسولوت بيحصل فيها ايه؟ الكباسنس بيحصل فيها ايه؟ الانرجي دينستي بيحصل فيها ايه؟ الالكتريك فيلد بيحصل فيه ايه؟ البوتنشال ديفرنس بيحصل فيه مين بيزيد ومين بيقل؟ هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك هوضح لك يعني لما اجي اكتب لك ان دي ابسلون على ابسلون يعني ايه؟ يعني دي بتساوي دي في دي يبقى بيزيد ولا بتقل؟ يبقى الابسلون في حاله وجود الميديا بيحصل لها ايه؟ بتزيد الكاباسيتنس على سينو برضه يعني يعني الكباسنس عامة بتساوي الكباسنس في حالة الاير مضروبة في مين؟ ما تنساش ان الرقم ده
الرقم ده نفسه في الحقيقه اصلا الرقم ده اكبر من 1 اصلا تمام كده. طيب الانرجي دنسي عباره ايه؟ الانرجي دنسي اهي هتبقى على انرجي دنسي نقط، يبقى ده بيزيد ده بيزيد ده بيزيد تمام. عشان نكمل بقى الالكتريك فيلد والبوتنشال محتاجين رسمه. الرسمه دي بتقول لحضرتك يقول لك لو انا عندي اول بيت اهو تمام وادي بيت تاني كان بينه ايه؟ هيحصل ايه دلوقتي كده؟ حطيت لك هنا كده اهو حتى عزل طيب ايه؟ ده افكت اوف باي تاثير الماده بالعزل.
طيب نتكلم بقى على الابلكيشنز بتاعت الدراسه.